ضربوا اخوت واحد الفكره راه واد راه ما سموه الواد حتى ولا واد واد خطير بزاف مو عزيزه هادي كما كتشوفوا خليكم تكتشفوا الواد داركم ترى سبحان الله شوفوا السرعه ديالو سرعه غريبه سرعه خطيره بزاف كنشوفوا اخوتي الواد خطير بزاف تحت القنطره سلام خوتي فيديو جديد اليوم غادي نبارطاجي لكم هذا الواد عجيب جيت لكم واحد المكان غريب واحد المكان واعر الواد كما كتشوفوا هذه المساحه كلها كبيره الواد ام العشير بغيتو تكتشفوا كل شيء ندير عليكم وتبعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه ما تنساو اخوتي اذا كان اول مره كتشاهد القناه ديالي تضغطوا على زر الاشتراك وجرس اللايك باش الدعم ديالكم باش نستمروا ديما من جديد دابا اخوتي نخليكم تستمتعوا معنا الواد ولا العشير اوه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام جينا لكم واحد المكان هنا في الواد مول العشير غريب شوف اخوتي شوف بارك الله المساحه قداش هنا ماشي العرض ديالو قداش كبير شوف اخوتي شوف اوه واحد السلامه ماشي صعيب اخوتي صعيب كما كتشوفوا اخوتي معنا الواد مول العشير ها الماء هذا ما تشوفوا راه غرق الداخل ديالو غرق دابا ما كاينش المكان ديالو غرق بزاف كتشوفوا المساحه ديالو كبيره اش نقول لكم كبير عنده واحد السرعه خطيره بزاف حيت البارحه اخوتي شد واحد المساحه كبيره لا كما قلت لكم حذار من الواد السكوتي حذاري انا راسي تسكت فيه لازم تكتشف لكم انا البارح هذا المكان كامل وصلوا البارح في الليل وصلت لهذا المكان غادي نحاول نكتشف لكم بعض اللقطات في الواد ما اكتشفتوهمش واحد المكان اخر شوف اخوتي شوف كيف لكم الواد من هنا شوف انا ريت شحال زوين هذا الشيء واو على شحال زوين هذا الشيء واه زوين اخوتي هذا الشيء شوف دابا هذا المكان ما عرف ما عندناش التفسير ديالو واش كان فيه الحيط من بعد خلال الواد ما عرف المهم كما تشوفوا معنا خوتي المكان ديال الواد مول العشير حتى خوتي غنمشيو لكم من القنطره لفوق ما فاش غادي نساليو الفيديو شو 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 او شوف اخوتي شوف السرعة شوف اخوتي السرعة شوفوا السرعة ديال الواد لطيف لطيف السلامة 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 شوف اخوتي السرعة كما
تشوفوا معنا بعض الناس اش غادي نقول لكم. هذا الحيط ما عرفناش امتى تبنى. شوف اخوتي عندكم الحيط من هنا ثلاث البلاصه. انا رايي والعقليه ديالي بانه هذا الحيط كانوا غير يحبسوا به الواد. ويلي بغى يحبسوا الواد. ما عرفناش امتى تبنى هذا الحيط، واش التسعينات ولا 2000 ولا امتى. هاد الناس اللي بنوا هاد الحيط بانه يحبسوا الواد باش ما يطلع لهمش لهاد المكان. هاد المنطقه ديال النسيم في مدينه قلبي باش ما يهاجم على المدينه ويقول لهم الواد رضيتوني بكري بهاد الحساب. ها 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 القوارب ديالكم حافظهم وهو يخلي لهم هاد الحيط. ولكن ما عرفناش امتى تدخلها، واش 2014 واقيلا ولا امتى. باش تعرفوا اخوت واحد الفكره، راه واد راه ما سموه الواد حتى ولا واد. واد خطير بزاف. ها داروا هما سيدي الحجار والسيمه ديال التسعينات. كما كتشوفوا الحيط راه مقطع متهرس، مابقاش كاين، بقى فيها غير واحد الشويه. واضح الصراحة اخوتي الى اكتشفنا 2014 شنو دار هاد الواد، راه لا واحد كينتظرو. راه جا واحد نقول لكم سبب واحد الكارثة راه لا يعقل. شوف هاد التصدم. ديالو شوف الهجوم ديالو كيدير هاد المكان في الخنطرة. وهاني فين كتواجه انا وسط الواد. كيفاش درت ليها هاني وسط الواد. ها الماء هنا، ها هو الماء ورايا. شتي اخويا انا وسط الواد. معزيزة هادي. كيما كتشوفوا خليكم تكتشفوا الواد تاع الخنطرة. سبحان الله شوفوا السرعة ديالو، السرعة غريبة، سرعة خطيرة بزاف. اوه شوف الشران ديالو. الله يحفظ السلامة. شي صعيب خرجوا من الواد هنا. اوبلا اوبلا اوبلا. صراحة اخوتي الخير موجود بالنسبة للشتاء. الله الخير يمكن انهم ولك الحمد. هاكا استمتعوا الناس كيجيو هنا يكتشفوا الواد. اللي كيحبوا الواد كيجيو يكتشفوا. شوفوا واحد الشوية كاين اللي كيجي هنا يصور فيه، كاين اللي كيجي يدير فيديو. وكذلك انا حتى انا هادشي راه ماشي هادشي خدمه كتسمع لي خدمه ماشي نستمتع. خدمه خصني نقدم ونصور ونكتشف الناس المتابعين ديال بزاف ديال الناس كينتظروا هاد الشهاده ديال الوداد. بعض الناس هوايه وصل، اما انا خوتي راه خدمه. هادشي اللي كندير راه خدمه. شوف اخوتي شوف شوفوا الواد تحت القنطرة. شوف الله يحفظ السلامة. شي غريب. شوف الاخوان شوف هاد القنطرة ديال بصح. القنطرة ديال بصح نجي لكم واحد البلاصة القنطرة. شوف اخوتي كيفاش كيبان هادشي. دابا انا راه وسط الواد هاني. فين كاين وسط الواد خطوة خطرة. يا سلام يا سلام يا سلام السرعة ديالو. الحمد لله السلامة.
هاد الزلاق الا حضر السلامه الا زلقتي هنا مشيتي اه ما كتشوفوا اخوتي الواد خاطر بزاف تحت القنطره كما كتشوفوا معنا اخوتي جينا لكم فوق القنطره باش نكتشفوا لكم الواد اللي كتجي لهنا اللي كتشوف فيه كتعطر فيه كتدوب هاد الصوته الله يحفظ السلام خليكم تكتشفوا بعض اللقطات خاص في هذا الواد الله يحفظ السلامه شوفوا اخوتي الواد من الفوق اه شوفوا كيفاش كيبان لكم الواد انا كنت واجد فوق القنطره شوف اخوتي شوف السرعه ديالو كما قلت لكم الواد طلع شير هو هذا وفي هذا المكان فاش ننتهوا الانتهاء ديال هذا الفيديو غادي نصوروا لكم واد صياد اللي عليكم واد اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ديالي اه والموعد ديالنا فيديو ديال واتسير الله